طبعا البلفيك او البلفيس مكون من نمبرز اوف بون. اول شيء مكون من الاليوم بون، هذا الريد كلر، هذا يمثل لنا الاليوم، و الاسكيوم او الاشكيوم بون هذا يكون جرين كلر، ومكون من البيوبيز بون يكون ان ذا يلو كلر. طبعا هنا عندنا تاشيرات، هذه النوتش نسميها جريتر سياتيك نوتش، من هذا يمر عندنا السياتيك نيرف اللي يكون جدا خطر خصوصا من نطي اي ام انجكشن، هذا النيرف ربما يصير بيه دمج، فلذلك هذا النيرف راح يكون جدا فيري امبورتنت. هنا عندنا هاي ايضا الدبرشن راح نسميها الاستابيولم، هنا راح يجي عندنا الهيب جوينت، هاي الفوريم راح نسميها اوبتريتر فوريم، هنا عندنا السباين الاسكيال سباين، وهنا عندنا الاسكيال تيبروستي، راح ناخذهن اكثر ديتيلز بهذا بالسلايدات القادمه. هنا نجي عندنا هذا الدايجرام يمثل لنا البلفيك جيردل. اذا جينا هنا نوضح هذا كله نسميه الساكرم، هذه هي البيز اوف ذا ساكرم، هذا هو شنو الالياك بون، نقطة التقاء الالياك بون مع الساكرم شنو نسميها ساكرو الياك جوينت. طبعا كل هذا نسميه اليوم. هنا عندنا هذا الكريست يمثل لنا الالياك كريست، هنا هاي الاوبننج شو نسميها؟ نسميها البلفيك انلت. طبعا البيوبيك بون يبدي عندنا، قلنا هذا هو البيوبيك بون، اوكي الميد لاين نسميها بيوبيك سيمفيسز، هذا الاسكيوم بون، هاي هي الاوبتريتر فوريمن. هنا الكافيتي هذه شو نسميها؟ نسميها الكافيتي شو نسميها هاي اللي هنا نسميها الاستابيولم، مثل ما قلنا يجي الهيب جوينت، نقطة التقاء الفيمر ويا من ويا البيوبيك بون عن طريق شنو؟ الهيب جوينت او الاستابيولم. هذا السباين قلنا شو نسميه؟ نسميه الاسكيال سباين. طبعا هنا الشغلة الامبورتنت اللي عندنا انه هذا الهيب جوينت، هنا دائما مثل ما نلاحظ انه اكو بالبون دائما عندنا هيد ونيك، النيك شو تكون؟ نارو اريا، اذا هي ويك بوينت بالبون، اوكي هذا الفيمر دائما يصير بيه فراكتشر منين؟ بهذا السايد، هنا بهذا المكان، اوكي خصوصا وين؟ بجماعه الاولد ايج، ايضا الميديكال كومبرمايز بيشنت اللي هم اللي يعانون من الباراثايرويد هرمون او البايروثايرويدزم اللي يكون عندهم نقص بالكالسيوم. هنا اخذنا فد سكشن من البون، هذا السكشن، هذا السكشن ماخذيه، اريد ناخذه بالديتيلز كم بون حتى نبسط هذا، اي دايجرام يصير عندك حتى تبسطه لازم تقسمه حتى نقسمه بصوره صحيحه. يجي هنا نلاحظ كم بون عندنا، عندنا الاليوم، عندنا البيوبس، عندنا الاسكيام، اذا 3 بونز، اوكي نجي ناخذ الاليوم بسيط جدا، عندنا هذا الالياك كريست، اوكي عندنا انتيرير وعندنا بوستيرير بوردر، الانتيرير بوردر بيها سوبيرير وبيها انفيرير الياك سباين تحت هاج، بوستيريرلي نفس الحال عندنا سوبيرير وعندنا انفيرير الياك سباين. هذه النوتش قلنا فورورد فور ذا سياتيك نيرف اللي هي جريتر سياتيك نوتش، اوكي هنا هذا الاستابيولم اللي قلنا يقعد بيه منو؟ الهيب جوينت، هاي الفوريم سميناها الاوبتريتر فوريم، هذا البون الريد كلر شنو هذا؟ هذا البيوبس، نجي مكون منين البيوبس؟ مكون من بودي ومن ريمس، اوكي
هنا هذا الاسكيوم او الاشكيوم بون منين مكون؟ ايضا مكون من بودي، ومكون من ريمس، ومكون من تيوبروسيتي، وهنا عندنا الاسباين. انتهى هذا الدايجرام، مكون من 3 بونز اوكي، وكل بونز واللاند ماركس اللي تخصه. هذا الاستابيولوم، اذا جينا لاحظنا الاستابيولوم منين مكون؟ هاي الكافيتي هذا مكون من الاسكيوم، بيوبز، و الاليوم سوري، ومكون من البيوبز، مكون من الاسكيوم بون. هنا أنا فد دايجرام دي يوضح لنا البلفيك ويا من ويا اللور اكستريميتيز. ايضا حتى نبسط هذا الدايجرام نجي نلاحظ كم بون طالع عندنا هنا، كم جزء نقسم الى بيلفيس، تيبيا، فيبيولا، فيمر. البيلفيس طبعا هذا الفيرتبرال كول نهايته للبيز اوف ذا ساكرام مثل ما اخذناها بالسلايد اللي سبق. نيجي ناخذ البيلفيس منين مكون؟ من الاليوم، هذا الاليوم بون، ساكرام، هذا الساكرام بون، كوكسيك بون، هذا هو الانتيرير سوبيرير انفيرير اليك سباين مثل ما اخذناه بالديتيلز بالسلايد السابق. هذا الجوينت هنا الهيب جوينت، الكونكافيتي كنا شو نسميها؟ نسميها استابيولام. هذا هو الهيب جوينت، هذا الاسكيوم، وهاي التوبروسيتي، هذا البيوبز، هذا البيوبز سيمفيسز اوكي. هذا يمثل لنا كله شنو؟ هذا يمثل لنا البلفيس. هنا عندنا فد جوينت بين الاليوم وبين الساكرام قلنا نسميه ساكرو اليك جوينت. لو اجينا ناخذ الفيمر بون، الفيمر بون منين مكون؟ مكون من الهيد والنيك، ومكون ايضا من لاند ماركس اللي هي شنو؟ جريتر تروكانتر ولسر تروكانتر اوف ذا فيمر بون اوكي. مثل ما وضحنا قلنا ها هي النيك تعتبر ويك بوينت فور ذا فراكتشر اوكي، قابل للكسر، هاي المنطقه من هنا يصير عندنا فراكتشر. هنا ايضا عندنا كوندايل، عندنا اللي قريبه من الميد لاين شو نسميها؟ ميديال كوندايل، وهاي البعيده شو نسميها؟ لاترال كوندايل. هذا انتهى الفيمر بون. لو اجينا للفيبيولا والتيبيا، الفيبيولا اللي هو هذا البون اللي يكون لاترال قريبه من الميد لاين واللارج بون نسميه تيبيا، هذا النيرو شو نسميه؟ فيبيولا. هنا نوضح لنا الهيد اوف ذا فيبيولا واللاترال ماليولاس. طبعا الميديال ماليولاس المن تابعه للتيبيا، لكن اللاترال المن تابعه للفيبيولا. هنا عندنا هذه هي الباتيلا اوكي، هذه العظمه شو نسميها؟ باتيلا. الجوينت بين فيبيولا بين الـ بين الـ بين التيبيا وبين الفيمر شو نسميه؟ نسميه ني جوينت. لكن عندنا احنا هنا جوينات، هسه راح ناخذها بالسلايد اللاحق ان شاء الله. نجي نكمل اللاترال، عندنا ايضا لاترال كوندايل وميديال كوندايل اوف ذا تيبيا. هذه هي التيبيال تيوبريكال والميديان ماليولاس قلنا تابع لمن؟ للتيبيا، بينما اللاترال المن تابع للفيبيولا اوكي. هذا هو الانكل جوينت نسميه اوكي. طبعا هنا عندنا هذا هو التارزال بون، هذا الميتا تارزال بون، وهاي الفالنجيز اوف ذا لور اكستريميتيز. احنا هسه قلنا اكو جوينت بين من؟ بين الفيمر وبين التيبيا، هذا شو راح نسميه؟ تيبيولو ني جوينت راح نسميه. لكن اكو جوينت بين التيبيا وبين الفيبيولا، طبعا ذني تو جوينت، الجوينت عندنا وان ابوف
and one below. ال above شو راح نسمي superior tibial fibular joint، وال below شو نسمي inferior tibial fibular joint. إذا ذن بين من بين التيبيا وبين الفيبيولا، أوكي؟ لكن بين ال بين التيبيا وبين الفيمار شو راح نسميه؟ راح نسميه knee joint. هنا عندنا هذا joint of the foot، أوكي؟ طبعا هذا وين؟ هذا التارزال بون، هذا الميتا تارزال بون، وهاي الفالنجيز، أوكي؟ مثل ما لاحظ هذا هي الفالنجيز، هذا الميتا تارزال، وهذا هو التارزال بون، هذه هي الفيبيولا، وهذه هي التيبيا، أوكي؟ ها هي الباتيلا، هذا الفيمر أو ثاي بون، أوكي؟ هنا عندنا الكوكسيك فيرتبرا، هذا الساكرام، هذا هو البيلفكس بيلفيك بون، هذا هو الهيب جوينت. هنا عندنا وعندنا جوينت بين الإليام وبين الساكرام نسميه ساكرو إلياك joint. طبعا from the surgical point of the view، اذا اجينا من الناحيه الجراحيه الى هذه العظام والاهميه مالتها in the maxillofacial surgery، راح نجي نلقى هنا عندنا هذا البون ونلقى هذا الكريست، ذني راح يمثلن لنا فد autogenous bone، يعني نقدر ناخذ بون مننا ونسوي به اوجمنتيشن، يعني عمليه ترقيع لديفكت لخلل موجود بمناطق اخرى. يعني احنا مثلا اذا يجينا فد ار تي اي اللي هي نسميها رود ترافيك اكسيدنت، اوكي، جانا مريض صاير عنده فد رود ترافيك اكسيدنت وصاير عنده بون لوس، صار عنده فقدان بالعظم، اوكي، فرضا مثلا صاير عنده مثلا فقدان بالريموس اوف ذا ماندبل او بالمنتال اريا، حتى نجي نسوي اوجمنتيشن بناتشرال بون، اوكي، ناتشرال بون نحدد، يعني نحط بون اوتوجينوس مير اوف ذا جسم، ناخذ بون من جسم الانسان من مناطق اخرى ونحطه. منين ناخذ؟ ناخذ من الاليك كريست، ناخذ من الفيبيولا، اوكي. هاي ان شاء الله راح تتناولوها ايضا بالمرحله الخامسه، اوكي، بالمكسيلوفيشال سيرجري اللي هي موضوع تحت موضوع نسميه الريكونستراكشن. هذا الساكرم، هذا الاليك بون، هذا الاليك كريست، اوكي. هنا عندنا المصل ده يوضح لنا الجلوتيوس ميديوم ميدياس، اوكي، والجلوتيوس ماكسيموس مصل. لو جينا سوينا كات للجلوتيوس ماكسيموس وميدياس راح تطلع عندنا مانيموس، هاي الجلوتيوس مانيموس، سوينا كات للميدياس والماكسيموس. هنا عندنا البايروفورم بايروفورمس مصل، اوكي، وهنا عندنا الاوبتريتر مصل. راح نجي نفس السلايد، هنا مسوين كات جلوتيوس ميد ماكسيموس ميدياس هاي مانيموس، هنا هي هاي الاوبتريتر مصل، اوكي. هنا شويه عندنا هنا نمبرز اوف مصل لازم ننتبه عليهم، قلنا هاي الجلوتيوس ميدياس، جلوتيوس ماكسيموس تغطي لنا هاي المنطقه كلها، اجينا سوينا لها كات، طلعت عندنا منو؟ الجلوتيوس مانيموس، هذه هي البايروفورمس مصل، اوكي. عندنا الجيميلوس مصل، عندنا سوبيريور وعندنا انفيريور جيميلوس مصل، سوبيريور وانفيريور. الاوبتريتر مصل عندنا انترس وعندنا اكسترنس، حتى نبسطها جلوتيوس ميدياس اول شيء الماكسيموس شلناها، طلعت عندنا المانيموس، الميدياس صايره ابوف، البايروفورم مصل هاي هنا صايره. هنا عندنا اربع انواع مصل، عندنا الجيميلوس مصل، عندنا سوبيريور انفيريور، اوكي، والاوبتريتر عندنا انترنس واكسترنس مصل. كل هاي المصل انتهينا منها. هنا عندنا التنزور فيشيليتي مصل، هاي تكون وين؟ باللاترال اوف ذا جلوتيوس، هاي المصل. نجي ننزل بعد اكثر،
عندنا الكوادرس فيمورس مصل. الكوادرس فيمورس مصل هاي المنطقة، كوادرس فيمورس مصل. اللارج مصل هنا عندنا سيمي تندينوسس مصل والسيمي ممبرينوسس مصل، اوكي، راح يمثلين لنا منطقة الثاي، اوكي. طبعا هذا كله بوستيريور فيو، يعني هذا بوستيريوري، هذا انتيريوري، هذا شنو؟ بوستيريوري. سيمي تندينوسس مصل، سيمي ممبرينوسس مصل، وهنا عندنا منو؟ البايسبس فيمورس مصل، اوكي. هذه المصل بما يخص البوستيريور بارت. لو جينا انتيريور بارت، نجي هنا عندنا هذا الفيرتبرال كول، اوكي، البزواز ماينر والبزواز ميجر. طبعا هاي الماينر هاي النارو، وهاي الميجر ثيك. هذا الاليكاس مصل، نقطة التقاء الاليكاس مصل والبزواز ميجر، ايش راح نسميها؟ اليو بزواز مصل. هذه المصل اللي جاية من البيوبز بون وصاير بيها انسيرشن ويا الفيمر، شو نسميه؟ بيكتينيوس مصل. لكن هذه اللي جاية تقريبا قريبة من الميد لاين، هاي نسميها جراسلس مصل. طبعا عندنا هنا 3 تايبس اوف مصل، حتى نبسطهن، ذني 3 تايبس هن عبارة عن ادكتور مصل، لكن وان اباف ميدل بيلو. الابوف ايش راح نسميها؟ بريفيوس مصل. الميدل لونجس، والانفيريور ماجنس مصل. اذا ذني الادكتور بريفيس لونجس ماجنس. السارتوسس مصل تكون بلو ذا ماجنس مصل، اوكي. طب هذا كله شنو؟ انتيريورلي، انتيريور فيو، اوكي. هنا عندنا هاي اللارج مصل، ايش راح نسميها؟ ريكتس فيمورس مصل. اذا القطعه اللارج بيلي اوف مصل انتيريورلي هي منو؟ ريكتس فيمورس مصل. بوستيريورلي منو؟ بايسبس فيمورس مصل. طبعا الريكتس فيمورس مصل عندها تو تايبس اوف مصل ادجيسنت تو ات، واحده لاترال نسميها فاستس لاترالس مصل، وواحده ميديال راح نسميها فاستس ميديالس مصل. طبعا هني المصل فيري امبورتنت، اوكي، احنا لازم نعرفهن ولازم نحفظهن، جدا بسيطات، ما يحتاجن نهائيا، يعني مجرد انه انت تركز بالسلايد راح تفهمه وما راح تنساه ابدا. احنا هنا راح ناخذ الريبرودكتيف سيستم اوف ذا فيميل وميل. طبعا الريبرودكتيف سيستم هذا هو اليوترس، روديوس اليوترس مكون من فندس. هنا عندنا هاي الفيمبريا، هذا الاوفري، تجي هنا عندنا الفيمبريا، بعدين الفالوبيان تيوب، ويفتح وين؟ يفتح بالكافيتي اوف يوترس. طبعا اليوترس مكون من طبقات، طبقة داخلية نسميها اندومتريوم، والطبقة الوسطية نسميها مايومتريوم. المايومتريوم هي تحتوي لنا على المصل. هذا السيرفيكال كانال ينتهي بمن؟ بالسيرفيكس، واللي وين يفتح؟ يفتح بالفجاينة. طبعا نقطة عندنا فد اوفريان ليجمنت يربط الاوفري وذ ذا فاندس اوف ذا يوترس، اوكي. هذا الانفنديبولم اوف ذا فالوبيان تيوب، هذا هو اليوترس. هنا لو اخذنا كروس سكشن يوضح لنا اللوكيشن اوف ذا يوترس، نلاحظ اليوترس وين صاير؟ above the urinary bladder، هذا هو البيوبيك بون، اوكي. هذا اليوترر، اوكي. هنا عندنا البلفيك فلور مسلز اللي دتكم شنو البلفيك، اوكي. هذا هو الركتام، هذا الكوكسيك بون. هنا عندنا الانس والفجاينا، هذا هو شنو؟ كروس سكشن، ساجيتال سكشن اوف ذا بلفيك اريا. هذا هي الفالوبيان تيوب، هذا هو الاوفري،